اللي معانا النهارده وهو بيكشف طريقه جديده استخدمها الحقيقه اتنين حراميه علشان يسرقوا مكنه يعني صراف آلي، خصوصا وان كاميرا المراقبه لاحظت بقى ما هم بيكسروا الحيطه علشان ياخدوا المكنه او اللي هي المحيطه بالمكنه، وده من خلال يعني زي ما بنقول بواسطه رافعه اللي هي حاجه كده فوق العربيه. الحراميه دول عملوا حاجه غريبه جدا، بعد ما سرقوا مكنه الصرف حطوها على العربيه من فوق، على الرغم من ان كان فيه هجوم كبير قوي عليهم، ولكن تم القبض عليهم بعد وقت قصير جدا. ليه؟ اول ما وقفوا في اشاره مرور. طبعا الفيديو ده يا جماعه حقق نسبه مشاهده عاليه جدا على اليوتيوب. طيب هنروح بقى